في حاجات بقى بتحصل يعني. في انا قابلت في حاجات في سولا ده انا عشان انا عملت معاه ده انا اصل في حاجات بتحصل يعني لما يعني بتبقى بره الانسانيه كده. ايه اللي حصل في الـ في الغنى؟ احنا اصحاب كتير قوي قوي. وبعدين انا هي جايه من السفر انا في ابو ظبي وقاعد مستني, كانت بتصور لسه الجزء ده في ابو ظبي وانا قاعد مستني, وهي كانت مسافره وراجعه, فهي راجعه جايبه لي حاجات عشان البسها في الحلقه الله. اللي انا طالع معاها فيها. فرحت لها انا مش لا انا اقول اي حاجه مش ده انا اقول اي حاجه انا قلت مش ده. المهم جايبه لي حاجات جميله قوي, فرحت بقى وبقستها وقعد بتوضب لي لبسي كده بتهندمني يعني جميله جدا. وبعدين راحت قالت لي هنروح بقى ونغني ونعمل ايه, واحنا عندنا الحلقه مع في مطرب نجم كبير جدا جدا يعني عندنا الحلقه معاه مش هقول اسمه يعني. المهم راح جام ايه انا قلت لها طيب ماشي ان شاء الله تمام جدا, وانا بظبط مع الاغاني زي ما بنعمل كده وحاجات كده. فرحت وانا فرحان قوي باللبس اللي هو جايبه لي ودخلت اوضتي, راح الفنان ده راح مخبط عليا الباب, الو عامل ايه اخبارك ايه كل حاجه تمام؟ قلت له الحمد لله تمام. راح جام قال لي بص احنا عايزين بقى نقطع اصاله النهارده. راح قلت له ليه؟ انا النهارده بالذات مش قادر مدلعاني. لا قلت له ليه يعني ليه مش قادر مش عارف بيحمسك يمكن مثلا ولا لا ايه؟ لا عايزين نقطعها. قلت له قال لي لان احنا بقى لو ما اتغدناش بيها هي هتتعشى لا 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 كده لا كده بالظبط, وهي هتقعد بقى تغني من فوق وتغني واحنا هنتهرس. انا كل ما اقول له اغنيه من غير السواد عايز اغنيها عايز اغنيها معايا من الاغاني بتاعته يرفض. والله العظيم صح. قلت له طب دي ينفع نغني دي؟ هي لا بلاش بلاش بلاش, وهي اغاني جميله انا بحبها فاغنيه اغاني انا بحبها. فقلت له اغني معاك دي؟ لا رفض كل الاغاني ان انا اغني معاه كل الاغاني. وبعد كده قال لي نغني حاجه الوردة. وانت ما انا عايز اقول حاجه من اغانيك بنغنيها بعض. المهم بعد ما غنينا حاجه الورده فرحت قافل كده, فهي قالت لي فيك ايه يعني اهو. فقلت لها لا مفيش حاجه. فبعد كده بقى قلت للناس اللي كانت ايه اللي كانت قاعده معايا, وبعد كده هو يعني طغى على الحلقه دمر خالص, خلى كل مش احسن دويتوهات اللي احنا عملناها في الفصول هي اللي كانت عشان الروح مش حلوه, مع انه ممكن يكون مطرب حلو جدا جدا الروح اهم شيء بالعالم حلوه جدا, بس الروح ممكن تحلي لو عندك نص صوت. صحيح صحيح صحيح, صحيح. المهم انت رفضت تخون اصاله؟ لا ده ما يخلص. لا انا خنتها بعد كده بس ده في الحلقه دي.